الحقيقة هنتكلم دلوقتي عن قائمة أفضل فيلم دولي، والحقيقة إنه ده في يعني الأوسكار، وبنتكلم عن ال 15 فيلم اللي تم اختيارهم من ضمن 88 فيلم ترشحوا ورشحتهم دولهم للمنافسة على الجائزة اللي طبعا بتمنح بشكل سنوي لفيلم يتم إنتاجه خارج الولايات المتحدة، تكون مدته ما تقلش عن 40 دقيقة، والإنجليزي فيه ما يزيدش عن 50% في حوار. خليني أكلم حضراتكم أنه منظمي الأوسكار اختاروا الفيلمين التونسي بنات ألفا للمخرجة كوثر بن هنية، والفيلم المغربي كذب أبيض للمخرجة أسامة المدير ضمن القائمة الأولية لمسابقة أفضل فيلم دولي. الحقيقة الفيلم المغربي كذب أبيض كمان كان فاز بجائزة نظرة ما في مهرجان كان في دورته الأخيرة، وكمان بنات ألفا مثل السينما العربية في المسابقة الرسمية للمهرجان في نفس الدورة. خلينا نتكلم بالتفصيل عن الحضور العربي في الأوسكار مع الناقد السينمائي خالد محمود. مساء الخير على حضرتك، وإزاي شايف الحضور العربي بفيلمين من ضمن 15 فيلم تم فيلم دولي تم ترشيحهم في الأوسكار بالفيلمين التونسي بنات ألفا والمغربي كذب أبيض؟ مساء الخير أستاذ هدير. في الحقيقة خبر أسعدني كثيرا، لأنه أنا شايف أن السينما العربية في الحقيقة في تقدم كبير خلال الخمس سنوات اللي فاتت، وخاصة السينما اللي بتقدمها نساء. ده معناه أنه في تحرر أكتر في الأفكار والأحلام والرؤى، ويمكن النساء تحقق ما عجز عنه الرجال في تقديم سينما مختلفة وتقديم سينما مبهرة أمام العالم. في الحقيقة الفيلمين اللي انت ذكرتيهم أنا شفتهم، وهم سينما مختلفة يعني فيها النوع حتى التناول مختلف، يعني بنات ألفا الروائي. حتى التناول مختلف، بنات ألفا بيتناول الإرهاب وقضية الإرهاب وأم ليها أربع بنات بيتم استدراجهم للإرهاب، لكن على كم الوجع اللي في الفيلم، الفيلم فيه بهجة كبيرة برضو. حقيقي نجمة هند صبري طبعا هو بيحكي الحياة، يعني المخرجة اختارت موضوع صعب عن قصة حقيقية شغلت الرأي العام في تونس. الأم اللي بنتها بتتسرب من دفء الأسرة وتروح ناحية التعصب والإرهاب وداعش، وبتبتدي تقلق على بقية الأسرة. وفي الحقيقة المخرجة مزجت بين الشخصيات الحقيقية، يعني الأم والبنتين التانيين، وبين شخصيات تعيد تمثيل هذه الشخصيات على من النجوم تعيد تمثيل هذه الشخصيات على الشاشة. فكنا قدام في الحقيقة حالة فنية مختلفة، فيها ألم، فيها سيرة شخصية، فيها حالة وطن وحالة أستاذ خالد أستأذنك يعني تكون متواجد في نفس المكان علشان صوت حضرتك يبقى واضح. يعني المخرجة في الحقيقة قدمت لنا شكل مهم قوي من أشكال السينما، وقفزت بالسينما الوثائقية لمرحلة كبيرة جدا، وعشان كده الفيلم حتى لما اتعرض في مهرجان كان انه استقبلوه استقبال اللي أغرى لاختيار الأفلام اللي بتمثل الأوسكار انه يحطه في القائمة الطويلة. وهو بيمثل في الحقيقة طبيعة في حالتين، أفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم، وده يعني ده السينمائي بالضبط ما شفنا الفيلم المغربي. المخرجه اسماء الكبير في الحقيقه عامله حاله شديده الانسانيه والشفافيه، ومزجه بين التاريخ الشخصي والتاريخ الوطني. يعني هي لامها في الحقيقه، وتقدر عاوز تستكشف التاريخ اللي هي ما شافتهوش، وبتعيد تكتيك صوت غالبا في مشكله او مش واضح. استاذ خالد محمود ناقد سينمائي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.